بقى اروح لك لحته الشعر. ايوه النهارده انا شعري دهني جدا، انا كهايدي شعري اصلا دهني، بضطر ان انا اغسله كل يومين بسبب القصه دي. اهتم ازاي بيه بحيث برضه ان انا ما يبقاش فاقد لكل الزيوت الطبيعيه بتاعت الشعر، واعمل التوازن. بصي، اهم حاجه هتغسلي شعرك بشامبو يكون مناسب للشعر الدهني، ويا ريت لو كلنا نستخدم بقى الشامبوهات اللي هي السلفيت فري، خاليه من السلفيت اللي هي اللي ما فيهاش تكسبون. بتبقى اسمها سلفيت فري عشان ما تهلكش الشعرايه. طبعا. وطبعا غسيل الشعر يعني عشان فروة الراس نفسها تتنفس، انا بفضل ان انا اغسل شعري 3 مرات في الاسبوع. 3 مرات في ده لو دهني؟ عامة يعني عشان الشعر ده زي الزرع، محتاج ان هو يشرب ميه ويتنفس وكده. طب اهم الزيوت النهارده اللي انا كفروه دهنيه المفروض احطها على الشعر؟ الجوجوبا. ليه بقى الجوجوبا؟ الجوجوبا بيعادل افرازات فروه الراس والجلد عامه، يعني شبيه للزهم اللي بتفرزه الجلد، افرازات الجلد. اوكي. طب هو جميل زيت شمعي جدا ومناسب جدا لجميع انواع البشرات لانه بيعادل الزهم. طيب والشعر بقى الجاف؟ الشعر الجاف اديله بقى حمامات، كريم شيا، الشيا نفسها كم خام. مرة في الأسبوع تقريبا؟ بصي، أنا دايما بعمل حمام الكريم بتاعي بعد ما بغسل شعري، بحط حمام الكريم بتاعي، بقعد ساعة، بعد كده برجع إن أنا أشطف شعري بعد كده. يعني قصدي كم مرة في الأسبوع؟ مرة واحدة كفاية؟ بصي، من مرة لمرتين. طب وحمام الزيت؟ حمام الزيت مرة واحدة بس. مرة واحدة كفاية؟ مرة واحدة بس كفاية. طيب أنت قلت لنا هنا في حاجة للشعر. انا هنا عملت ده، بيتحط ده حمام كريم للشعر، ماسك للشعر، عاملاه بالجوجوبا، اتحط على شعر نظيف من بالليل، والصبح تاني يوم اشطف شعري، بيسيبه ناعم جدا ولامع وحرير الله. وكل حاجه. يعني دلوقتي سر الشعر الصحي جدا جدا ان انا اغسله 3 مرات في الاسبوع او مرتين على الاقل. ايوه بالظبط. ولازم يكون الشامبو اللي بستعمله خالي من السلفات. بالظبط. ده بيخلي طبعا المواد الكيماويه برضو النهارده بتهلك الشعر. طيب ايه سر ان ساعات في بنات مثلا بتلاقي وهم صغيرين في السن شعرات بيضة؟ ده في ناس بيقولوا مثلا جينات. لا، غير الجينات، في سبب بيبقى نقص كتير. جينات وصبغة وبعدين خلي بالك الشعر نفسية. الشعر نفسية؟ طبعا. الواحد نفسيته مش حلوة، شعره بيخف وبيقع وبيبقى ضل. لكن الشعر نفسية وغذاء. الشعر نفسية وغذاء. ولو النهاردة في وراس هم ثلاثة. طيب ولو كمان في تساقط بيحصل جامد؟ نفسية. طب الوصفة بقى عشان اعالج بقى النفسية. اهتمي بنفسك ودلعي نفسك. ما انا هعالج النفسية لوحدها، بس عايزة اعالج شعري. لا، مش حاجة، مش تخصصي. طب هل في وصفة مثلا حلوة للشعر عشان التساقط؟ الزيوت طبعا. زيت الخروع بيساعد على انبات الشعر، بس ده ما ينفعش مع البشره الدهنيه، مع الشعر الدهني. لا، مع زيت الخروع لازم، دهنيه مش دهنيه، لو شعرك بيقع لازم تستخدمي زيت خروع. فدي انت هتحطيه ساعه على شعرك، يعني مش كتير، عشان ما يسدش المسام ويجيب نتيجه عكسيه. طبعا.